أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أنا وطفلي. الإحساس بالذنب عند الأمهات هو محرك كبير عند جميع الأمهات. شكون الأم اللي ما قالتش أنا بغيت نمشي الحمام ولكن غنخلي ولدي، بغيت نسافر عييت ولكن غنخلي ولدي؟ اليوم معنا بروفيسور بن جلون، أخصائية في الأمراض النفسية للأطفال. بروفيسور، العلاقة اللي كتكون بين الأم والطفل كتبدأ من الرحم وكتكون علاقة حميمية. إمتى نقدروا نبعدوا على ذاك الوليد ولا ذاك البنية بلا ما نضروه وبلا ما نحسوا حنا بالذنب؟ كيف ما قلتي، الأم كتكون مشبتة بزاف بالطفل ديالها 9 شهور ملي كتكون حاملة به، والشهر الأول ملي الله كيتزاد والسنوات الأولى، ولكن بشوية بشوية كيتم واحد الافتراق ما بيناتهم، وكذلك الأب كيدخل في هذيك العلاقة اللي كتكون غامة بين الأم والطفل، كيوليو ثلاثة. وهذا الشيء مهم بزاف باش الطفل يكبر ويكون عنده واحد الاعتماد على الذات ويكون إنسان بوحده، ماشي مختلف على الأم ومختلف على الأب، ما يكونش غا لاصق في ماما. دونك مهم بزاف الامهات ما يكونش عندهم واحد الاحساس بالذنب ملي يفترقوا بعض الاحيان وفي بعض المراحل وبواحد الصفه اللي هي منضبطه على الطفل ديالهم. يعني ما تخصهمش يفترقوا عليه في السنوات الاولى واحد المده طويله، اكثر من سيمانه ولا 10 ايام، الا كان ولا بدا تخصهم يفترقوا عليه، ولا بدا قبل ما يفترقوا يفسروا ليه واخا يكون عنده غير شهر بانهم غادي يمشيو وبانهم غادي يرجعوا، وخا يكون عنده حتى شهر ولا شهرين، الا افترقوا عليه واحد المده يدوي معاه في التليفون باش يسمع الطفل، يسمع الصوت ديالها ويعرف بان الام اللي هو مولف هذه 9 شهور ولا اكثر هو كيسمع الصوت ديالها ما مشاتش وتخلات عليه، وباش هو يرتاح في النفسيه ديالو ما يكونش عنده هو حاله اكتئاب. حيت كتكون حاله اكتئاب عند الاطفال والرضيعين الا كان افتراق كبير اكثر من 3 شهور مع الامهات ديالهم، وكاين الرضيعين اللي ما كيبقاوش باغيين ياكلوا واللي كيكون عندهم واحد الحاله خطيره. الطفل في المراحل العاديه ديالو عنده واحد الارتباك بالنسبه للافتراق اللي كنسميو لونغواس دو سيباراسيون، كتكون عاديه عند الاطفال على 8 شهور وعلى عام وعلى عام ونص. علاش خصنا نعرفوا هذه المراحل؟ باش في هذه الاوقات بالضبط ماشي ما نحطوش في لاكراج، ما نخليوش عند الناس الاخرين يتكلفوا به، ما نسافروش مده طويله، حيت هو عنده واحد الخلعه من الافتراق، كيخاف ماما ملي تمشي ما ترجعش، ولا بابا حتى هو ملي يمشي ما يرجعش. فهاد المراحل تخصنا نتفاداو نديروا الطفل في لاكراج ولا في لاكاردوري. كذلك الامهات اللي كيعطيو الاطفال ديالهم لماماهم باش تربيه، حيت كيقول لك حنا ما تقناش في الخدامات، ما لقاش حسن من ماما. بالطبع ما غيلقاوش حسن من ماماهم، ولكن الا كانت الام ساكنه بعيده ولا غيبقى يبات عند الام السيمانه كلها ولا ما غيشوفش الام ديالو غيمشي عند الجده، فهذا كيعتبر افتراق بالنسبه للرضيع، ومن بعد كيولف الجده كام، ومن بعد كيعاود يوقع افتراق باش يرجع يسكن مع الام ديالو. وهذا الشيء صعيب بزاف بالنسبه للاطفال. من الاحسن تخليه مع السيده اللي ما كتعرفش وتثق فيها وتحاول تكون انسانه اللي هي تايقه فيها، ويمشي يشوف جداته في السبت والحد ولا نهار الحد، ولا جداته تجي تشوفه في داره. ولكن الامهات اللي كيعطيو ولادهم بحال هكا لشي واحد من العائله كيثقوا فيه باش يربي لهم ولدهم، دائما كيكون اشكاليه. بعض المرات كتكون اشكاليه في الام، حيت هي كتكون ما حاساش براسها واحد القدره باش تكلف بولدها. هذا الافتراق كيطول كيف ما قلنا الحياه كلها، يعني حتى في المراهقه الاطفال اللي ما افترقوش وما حسوش باعتماد الذات كتكون المراهقه صعيبه بزاف، كيكونوا لاصقين بزاف الامهات ديالهم، حتى في المراهقه والامهات ديالهم حتى هما ما كيكونوش مخلينهم يعتمدوا على راسهم. لا ما تمشيش عندك يقدر يوقع عليك، لا عندك، لا خليك مع ماماك. وهذا الشيء ما كيساعدش الطفل باش يتجاوز هاد المراحل اللي مهمه باش يكبر ويكون سليم في الحياه ديالو. لنفترض ان دابا كاين امهات بعدوا على وليداتهم لاجل العمل او لا لاجل اي ظروف اخرى، كيفاش يقدروا يعتقوا الموقف؟ الحوار، دائما الحوار مهم بزاف. الطفل كيف ما كان السن ديالو، كيف ما كانت الحاله الاجتماعيه اللي كتواجهها الام ولا الاب، يفسروا ليه قبل، يفسروا ليه ملي تكون مرحلة الافتراق. دائما تبقى علاقة في التليفون، اليوم دابا كاين بزاف ديال سكايب، لي زايباد، بزاف ديال لي موان باش الام دائما تبقى الطفل كيشوف الصورة ديالها وكيسمع الصوت ديالها باش يرتاح في النفسية ديالو ويحس بانها ما مشاتش وغادي دائما غادي ترجع. بروفيسور بن جلون، شكرا على كل هاد النصائح. عزيزتي المشاهدة، عرفنا شنو خصنا نديرو ويلا وقع الغلط كيفاش نداركوه من يكون السن صغير أو لمن ينكبروا. شكرا على تتبعكم
وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.